بعد 10 سنين على مسرحية حكي نسوان، هلأ صار دول الرجال يحكوا. على مسرح المدينة خصصت المخرجة والممثلة لينا خوري مساحة واسعة للرجال ليحكوا بعمق عن حقيقتهم النفسية والاجتماعية بظل كل الأحاديث والشعارات النسائية بالعالم. حابين نضوي على الرجل اللي عنده شيء يقوله، مش الرجل اللي بيقولك هيك منيح وأنا ما عندي شيء وأنا تمام، مش الرجل اللي عن جد خارج أعدام، مش هو اللي بدي أسمع مشاكلهم. مثل ما في رجال خارج أعدام في نساء خارج أعدام، وهون أنا من وراء حكي نسوان كانت الفكرة أنه النساء بتحكي وبتعبر. وصح نحن عايشين بمجتمع ذكوري والقوانين ضد المرأة والمرأة تعبانة بهالمجتمع، بس هيدا ما بيعني أنه الرجل مرتاح وما حدا قرب صوبه، لأنه هو بطبيعته ما بيحكي. فهون حبيت الطرح، شو مشكلتك؟ شو معاناتك؟ كيفك؟ بمبدأ المسرح داخل المسرح، 5 رجال من صميم المجتمع اللبناني بيجتمعوا بناس ذكي ليقدموا كوميديا سوداء طالت كل مشاهد. لا النساء، النساء لأنه حيسمعوا قصص كتير عبالهم يسمعوها من رجالهم بس ما بيسمعوها، حيعرفوا أنه إيه أنا الرجال اللي معهم كان بي أو جوزة أو خيي هالقصص بفكر فيها بس ما بيقليها. حكي الرجال عميق حقيقي وحساس على عكس مكتار ممكن يتوقعوا. لينا خوري، كابريال يمين، فؤاد يمين، توني معلوف، جوزيف زيتوني وطارق تميم سوا على مسرح المدينة ليحكوا حكي رجال.